ما كتعرفوا فمنذ فاتح اكتوبر ديال هذه السنه 2024 فالشركه الجهويه المتعدده الخدمات الدار البيضاء اصطاد فهي ولات هي المشرف والموزع الوحيد لشبكه التوزيع لا الماء ولا الكهرباء ولا التطهير السائل على الصعيد الجهه ديال الدار البيضاء اصطاد. هذه الشركه فانها كتقوم بواحد حملات وقائيه واستباقيه لتنقيه شبكه التطهير السائل ولذلك للاستعداد ان شاء الله للموسم موسم ديال الشتاء اللي هو عما قريب ان شاء الله، وذلك من اجل التنظيف من اجل الحملات التنقيه وحملات وقائيه اللي غتجعل اننا ان شاء الله ندوزوا الموسم في احسن الاحوال. بالنسبه احنا هنا كنتواجدوا بمنطقه الرحمه وبالضبط حدا السوق النموذجي ديال الرحمه اللي حضرنا هذا الصباح لواحد العمليه كود بوان اللي كانت قامت بها الشركه الجهويه اللي رصدت لها واحد الفرق كثيره وواحد موارد بشريه وتقنيه ولوجستيكيه من اجل انجاحها اللي هنا في هذه النقطه اللي حنا كنتواجدوا فيها. فانها ترصدت ما يقارب واحد 10 ديال الشاحنات هيدروكيورات اللي خدامين اللي كل شاحنه واحده تقدر تنقي ما يقارب واحد 200 متر طولي. فالفرق الجهويه ديال الشركه فانها متجنده على الصعيد الجهوي متجنده باش تقدم ان شاء الله خدمات زعما في مستوى عالي اللي غتروق ان شاء الله الطموح ديال الساكنه ديال الجهه ان شاء الله.